العلاج الطبي، لأنه كلنا عارفين الوقاية خير من العلاج. أول نقطة في علاج أي حاجة هي الوقاية منها، أولا نقي نفسنا ونقي الناس اللي معانا، دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هتكلم عن التطعيم. أول نقاط بالنسبة للتطعيم، إنه التطعيم ده لما بدأ في يعني في سنة 2020 كان لفئات محدودة من الناس، لكن الحمد لله بطول الزمن بتراكم الخبرات ابتدت الشرائح المجتمعية المستهدفة تبقى أكبر وأوسع. زي مثلا دخلت معانا الشرائح بتاعت الحوامل، في الأول ما كان يعطى تحصين للحوامل، الآن لا، يعطى للحامل وللمرضع وللي حتى عندها خطة مستقبلية لأنها تكون حامل. وكمان بدينا بأنه بالفئات العمرية من 18 فما فوق، الآن وصلنا 12، وكمان في بعض الدول وصلوا لحد 5 سنوات. فدي كلها بشائر، يعني حاجات كويسة. إذا بيقدروا يدوا الحامل حتى التطعيم، ده بيدي إحساس بالأمان تجاه التطعيم. نعم. فكمان حاجيك لنقطة بتاعت شوية statistical، يعني الأرقام اللي مأخوذة في أمريكا، بنتكلم عن حوالي 450 جرعة اتأخذت، وفي بريطانيا 450 مليون جرعة اتأخذت، في السعودية، في بريطانيا مثلا 115 مليون، في السعودية بيتكلموا عن 70% من المواطنين والمقيمين أخذوا الجرعة الأولى والثانية. نحن في السودان بنتكلم عن حوالي 1.5 مليون جرعة ما بين جرعة أولى وثانية، فبنتكلم عن مستوى ضعيف جدا من التطعيم في السودان. محتاجين نشدد على الناس إنه جزء أساسي من مجابهة هذه الجائحة هي الثقافة المجتمعية والتحصين.